السلام عليكم. النهارده هناخد درس لوكوغ. لوكوغ اللي هو جسم الانسان. اول كلمه معانا اللي هي لاتيت. لاتيت اللي هو راس. لي شوفو. لي شوفو شعر. لو فرون. لو فرون الجبهه. لوي. لوي عين واحدة. les yeux. les yeux عينين اثنين. les sourcils. les sourcils الحواجب. le nez. le nez الأنف. la bouche. la bouche اللي هو الفم. الفم جواه. la langue. la langue اللسان. les dents. les dents الأسنان. les joues. les joues الخدود. les oreilles. les oreilles أذنان. le visage. le visage الوجه. هنعيدهم تاني. قلنا في la tête اللي هو راس بنلاقي les cheveux. le front. l'œil. les yeux. les sourcils. le nez. la bouche. la langue. les dents. les joues. les oreilles. le visage. هنكمل مع بعض. بعد كده عندنا تحت la tête بنلاقي le cou. le cou اللي هي الرقبة. وجوه الرقبة عندنا الحنجرة اللي هي la gorge. la gorge. l'épaule. l'épaule الكتف. le bras. le bras اللي هي الذراع كلها. وبعدين بنلاقي فيها ثلاث حاجات اللي هي le coude. le coude اللي هو المرفق. l'avant-bras اللي هو الساعد. le poignet المعصم. la main الكف. les doigts الأصابع اللي هي أصابع اليد. هنعيد تاني. عندنا le cou. la gorge. l'épaule. le bras. le coude. l'avant-bras. le poignet. la main. les doigts. بعدين بنلاقي le bassin. le bassin اللي هو الحوض. le ventre اللي هي البطن. le dos الظهر. la jambe اللي هي بنقول عليها الساق كلها. والساق بتنقسم لكذا قسم اللي هي la cuisse اللي هي الفخذ. le genou الركبة. la jambe الساق. la cheville الكاحل. le pied القدم. les orteils أصابع القدم. فلاحظوا إن عندنا فرق ما بين أصابع اليدين وأصابع القدم. قلنا إن أصابع اليد اللي هي les doigts وأصابع القدم les orteils. تاني. le bassin. le ventre. le dos. la jambe. la cuisse. le genou. la jambe. la cheville. le pied. les orteils.
بعد ما خدنا درس لوكور هنتبعه بدرس لسانكسون. لسانكسون اللي هي الحواس الخمس. فهنشوف مع بعض هنا جدول ده. عندنا اول حاسة اللي هي حاسة التذوق. جو بنتذوق بوش. بوش اللي احنا خدناه اللي هو الفم. بعض الافعال اللي هي جوتي يتذوق. ديجوستي برضو يتذوق. جوتي ديجوستي. عندنا الحاسه الثانيه اللي هي اودوغا. اودوغا حاسه الشم. بنشم بالني الانف. بعض الافعال عندنا فيرب سنتير وفيرب فليغي والاثنين نفس المعنى اللي هو يشم. الحاسه الثالثه اللي هي اي اللي هي حاسه السمع. بنسمع بالاوغي الاذنين اوغي. وبعض من الافعال اللي عندنا فعل انتوندغ واكوتي الاثنين نفس المعنى اللي هو يستمع. الحاسه الرابعه معانا حاسه اللمس توشي. توشي وبنلمس بواسطه البو اللي هو الجلد. وبعض من الافعال عندنا توشي بالبي هما نفس المعنى اللي هو يلمس. الحاسه الاخيره معانا حاسه الرؤيه اللي هي في. في بتكون الحاسه دي يا اما بالاي اللي هي عين واحده او بيو اللي هي عينين. اي او يو. وبعض من الافعال عندنا فواغ وفيرب ريغاردي الاثنين. فواغ يرى ريغاردي يشاهد. هنعيد مع بعض الحواس. جو حاسه التذوق. بوش جوتي ديجوستي. حاسه الشم عندنا اودوغا. ني سنتير فليغي. عندنا حاسه الاي اللي هي حاسه السمع اوغي انتوندر ايكوتي. عندنا حاسه اللمس اللي هي توشي بتكون بالبو وبتكون ومعانا فيربين اللي هما توشي وبالبي. الحاسه الاخيره اللي هي حاسه في الرؤيه تحصل بالاي او يو. وعندنا فواغ ريغاردي كفعل من الافعال اللي حاسه الرؤيه. كده نكون خلصنا درس النهارده اللي هو لسانكسو دون اللي احنا بنحس بيهم. وبكده نكون خلصنا لسانكسو. واتمنى انكم تكونوا استفدتوا معانا النهارده ان احنا خدنا لوكور اجزاء الجسم وخدنا بعديها لسانكسو اللي هي الحواس الخمس عند الانسان. وبكده نكون خلصنا واشوفكم في الجزء القادم ان شاء الله. السلام عليكم.